خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، الرئيس السيسي يؤكد أن أسر الشهداء دفعت ثمناً غالياً من أجل الوطن. على واقع الأزمة الأوكرانية، الرئيس السيسي يؤكد لبوتين ضرورة تغليب لغة الحوار. واشنطن تدرس إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ولندن تتحدث عن عقوبات مضاعفة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفي مصر بيوم الشهيد، وفي هذا اليوم يتذكر المصريون تضحيات شهدائنا الأبرار من أجل هذا الوطن وترابه. انت موت يا عماد؟ يوني يا ماما انا ما موتش، انا اترقيت. حضن ولف بي زي ما اكون كان بيقول لي ده اخر حضن. حتى الدموع متلخبطه. بيقول لي انا عايزك تطلعي دكتوره. في دمع نزلان زغرطه. كان على يقين ان هو هيستمر. كله نيت مليون تحيه. لازم ناخد حقه ولازم نكمل. مع شايله حزنها مش قادره تنزل من عيني. التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدوله دي تبقى دوله. ودايما كنا بنفكر في فكره واحده بس، ان الارهاب لازم يموت دلوقتي وبايدينا وتحت رجلينا عشان ما يتنقلش لاي مكان. تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشهداء قدموا أرواحهم ودماءهم لكي تبقى مصر. وخلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قال الرئيس السيسي إن العهد للشهداء هو المحافظة على مصر بما يليق بدمائهم وأرواحهم. العهد مننا ان احنا زي ما هم حرصوا ان هي ما تضيعش، احنا كمان نحرص على ان هي تفضل موجوده. مش موجوده بس كده، لا، موجوده بما يليق بدم كل شهيد وروح كل شهيد. وحول تضحيات رجال الجيش والشرطة، أكد الرئيس السيسي أن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم ودماءهم لاستقرار الوطن. وقال الرئيس السيسي إنه اتخذ قرار الحرب والبناء عندما بدأت المعركة مع الإرهاب عامي 2013 و2014. لما بدأت معركتنا مع الإرهاب في 2013 و14 لغاية يمكن شهور قليلة مضت، كانت كل المصريين ويفتكروا كده، كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا ايه؟ هو الكابوس ده هياخدنا وياخد اولادنا ولا ايه؟ وكنت واثق من الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا الشر، ابدا لا يمكن ابدا ينتصر على اهل الخير. اهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعة وقسوة وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم، لا يمكن أبدا هتنجح. في النهاية الخير هينجح. وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه، قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده، ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده. فكانت
كان القرار لا احنا هنحاربهم وهنبني. وأكد الرئيس السيسي أن مصر الحرة تستحق منا كل فداء وتفاني وتضحية. وقال الرئيس السيسي إن هذا اليوم المشهود يتم فيه تكريم ليس الشهداء فقط، ولكن عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن. أن مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحية. ويمثل الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضا بالحياة مثمرا بالخير والسلام والنماء، ونتذكر معا تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيدا أو مصابا روى بدمه تراب هذا الوطن. إن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن، وإنما نكرم فيه أيضا عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا شعب مصر العظيم في سلام وأمان واستقرار. وحول أداء الاقتصاد المصري قال الرئيس السيسي إن مصر واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تم التصدي له من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد الرئيس السيسي أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري. فلقد واجهت مصر ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات في مواجهة تلك التحديات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. وحول العرض المسرحي رسالة نور الذي تم عرضه ضمن فعاليات الدورة التثقيفية 35 للقوات المسلحة، أعرب الرئيس السيسي عن شكره لأبطال العرض والذي استعرض قصة أسرة تتلقى خبر استشهاد ابنها الضابط. وقال الرئيس السيسي إن العمل الدرامي دائما يوفر فرصة لتسجيل وقائع لا يعيشها البعض. عيشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب. العمل الدرامي دايما بيدي فرصة لينا كلنا انه يسجل وقائع يمكن احنا مش بنعيشها كلنا، لكن بالطريقة ديت بتتنقل وتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد ايه التمن اللي دفعته اسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت وبعدين يعني بقى اللي قدمته شهيد أو بقى مصاب. بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد، وهو ملو الدنيا برضو، هو شهيد ملو الدنيا برضو، لكن هم الأهل بيبقى طبعا فراق الابن أو الزوج أو الأب صعب. فأنا بشكركم الحقيقة على ده، وبقول لكم أنا الكلام ده قلته قبل كده إن يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي بتورينا قد إيه إن في تمن كبير أو الدفع عشان إحنا كلنا نعيش. وحول حياة الضباط واستعدادهم للشهادة قال الرئيس السيسي إن كافة ضباط الجيش والشرطة يعيشون حالة محتملة للشهادة. وأكد الرئيس السيسي أن حياة الشهداء كنز من الوفاء والإنسانية.
كل ضباط الجيش والشرطة بيقولوه، اللي بيعيش معاهم حقيقة أو حتى صف ضباط والجنود بيقولوا الكلام ده، بيقولوه مع نفسهم، لأن هم عايشين حالة حالة محتملة للشهادة، فهم عايشين فكرة الشهادة وكده، فبيقولوا الكلام ده مقبل غير مدبر، والسلاح في إيدي وأموت وهي تعيش. الكلام ده هم بيقولوا صحيح. ولو أنتم رحتم شفتم الوحدات ديت، سواء كان في هنا اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة جوا سينا، هتجدوا الكلام اللي قالوا نور ده حقيقي. والأفلام اللي بتجيبه حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شبابنا عايشين. عنده زوجة وعنده طفل محتمل، لكن ما قالش هقعد لغاية لما الطفل يجي رجع. وده حقيقة بتحصل كتير. ولو النهاردة الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد، هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية، واللي ممكن يقدم للناس ويقول لهم شوفوا دي بيوت مصرية، دي بيوت مصرية عادية خالص، متوسطة أو حتى أقل من متوسطة. وضمن فعاليات الندوة التثقيفية كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر الشهداء من القوات المسلحة، كما كرم الرئيس السيسي الأمة المثالية خلال تلك الندوة. ومع بدء الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلام الشهيد من أماكن مختلفة بأنحاء مصر. نتابع. نوجه لهم التحية من أماكن متعددة من ربوع مصر، فسلاما على أرواح الشهداء. سلام الشهيد. Thank you.
من صغره كان مختلف، ولجل الحق بيه يتحلف، والوقت يفوت والعجلة تدور وجه عليه الدور، وبقى أمان وطنه همه وإنه يفديكم بدمه لحد ما نال الشهادة وكان على وشه السعادة. ما راحش بلاش وفي قلوب نعاش. تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود. أكد الرئيس السيسي ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدعم التوجه الدبلوماسي من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد، سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف. كما أكد الرئيس السيسي متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا، معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتسيير خروج المواطنين المصريين والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم. هذا وقد أوضح متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما. وخلال الاتصال أكد الجانبان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأزمة الأوكرانية تسببت في إطراب سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن العالم أمام موجات تضخم كبيرة بسبب تلك الأزمة. وخلال مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء، أكد مدبولي أن البلاد شهدت قفزات سعرية حادة في كل السلع الاستراتيجية بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن مصر كبقية دول العالم ستتأثر بالأزمة. إحنا بقينا قدام موجات تضخمية كبيرة جدا اللي اتكلم عليها كل الخبراء العالميين، يعني صندوق النقد الدولي اتقال ان النهاردة التأثير كبير جدا هيكون على اقتصاد العالم والأسواق المالية وتداعيات على كل البلدان. رئيس البنك الدولي، والحقيقة كنا لسه في حديث الأسبوع الماضي معاه، كان بيتكلم ان الأزمة اللي موجودة النهاردة هتكون جاءت في وقت سيء جدا للعالم، لان كان التضخم بالفعل آخذ في الارتفاع على مستوى العالم، وده زاد الموضوع بصورة حادة جدا بسبب هذه الأزمة. النهاردة التكلفة حتى هذه اللحظة بعد 14 يوم فقط من الأزمة 400 مليار دولار على مستوى العالم النهاردة، وابتدت كل المؤسسات بتقول ان التعافي اللي كان متوقع بعد جائحة كورونا، الكلام ده ابتدت اللهجة التشاؤمية، وان بالعكس الاقتصاديات العالم هتشهد مشاكل كثيرة جدا، وابتدت حتى كانت الفكر ان ممكن موجة التضخم اللي كان الناس بيقولوا دي هتبقى مؤقتة، ابتدت كل الخبراء بيقولوا ان الموضوع ده كده ممكن يبقى مرشح ان هو يزداد. وخلال المؤتمر الصحفي أكد مدبولي أن الدولة قادرة على اجتياز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تأمين السلع الاستراتيجية للمواطن دون مغالاة. كما دعا مدبولي إلى عدم تخزين السلع، مشيرا إلى أن الدولة لديها فائض واحتياطات تكفي المواطنين. الحقيقة احنا شغالين على من أول لحظة، ودي كانت توجيهات فخامة الرئيس من ساعة تشكيل هذه الحكومة، احنا عايزين دايما يبقى عندنا رصيد احتياطي لا يقل عن من 3 إلى 6 شهور في السلع الرئيسية. وده الحمد لله اللي خلانا في هذه اللحظة واحنا موجود في عز هذه الأزمة وقبليها أزمة كورونا، الدولة والمواطن المصري ما حسش بأي يعني نقص في أي سلع،
احنا كنا بنشهد كلنا في تلفزيونات العالم في دول متقدمة المواطنين واقفين طوابير على السلع الرئيسية. احنا الحمد لله وبعون الله وان شاء الله ده اللي هيستمر. المواطن في اي مكان هينزل في اي حتة هيلاقي السلع موجودة. وعشان كده انا بقولها للمواطنين مفيش داعي ان احنا نكتنز ونخزن، لان كل ما هتشتري هنلاقي تاني يوم هتلاقي الحاجة موجودة على الارفف تاني. الحمد لله الدولة المصرية عندها من الفائض من الاحتياطيات، وده الحقيقة مش شغلنا كدولة فقط. وهنا يمكن انا دايما بقول الدولة، الدولة الحكومة مع القطاع الخاص مع كل العاملين في هذا الشأن بيبقى فيه دايما تنسيقات على هذا الموضوع. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين أكد مدبولي أن الحكومة تركز حاليا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على التصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع. وشدد مدبولي على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق على التبكير بموعد تدشين معارض أهلا رمضان لتصبح يوم 15 من مارس الجاري بدلا من يوم 24 من مارس، وذلك حتى يتوفر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن بلادها تدرس سبل إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وأضافت ساكي في مؤتمر صحفي أن واشنطن على تواصل مع الناتو وأوكرانيا بشأن إرسال طائرات حربية إلى كييف. وأشارت ساكي إلى أن الرئيس جو بايدن أطلع زعماء الكونغرس على الوضع في أوكرانيا. بتزامن مع حديث البيت الأبيض، نشرت الولايات المتحدة بطاريتي صواريخ أردجاو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا. القرار الأمريكي يأتي تنفيذا لتعهدها بالدفاع عن أراضي بلدان حلف شمال الأطلنطي، وفق ما أعلن عنه مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية. وتقرر نشر بطاريتي الصواريخ في بولندا بناء على طلبها، علما بأن منظومات الصواريخ هذه عادة ما تنشر في ألمانيا. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن تعزز جهودها لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أدت إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية، دعا بلينكين موسكو للسماح بخروج المدنيين من المدن المحاصرة في أوكرانيا، مثمنا الدور البريطاني في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا. علينا ضمان ألا تتوسع هذه الحرب، هدفنا هو إنهاء هذه الحرب وليس توسيعها، وربما توسيعها إلى أراضي دول الأعضاء في الناتو، ويجب عدم مد أو إطالتها، وألا ستصبح أكثر مميتة وستشمل عددا أكبر من الناس، وأعتقد أنها أيضا قد تصعب الأمور لحلها في أوكرانيا بحد ذاتها. من جهتها شددت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس على ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا بما فيها وقف تدفق الغاز والنفط الروسيين. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن لندن تسعى لبناء تحالفات حول العالم لعزل موسكو، مشيرة في الوقت ذاته إلى مواصلة بلادها تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا. تعمل بريطانيا على توفير المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، ولقد تعهدنا ب 220 مليون جنيه استرليني من حيث المساعدات الإنسانية، وهذا أكبر مساعدات إنسانية سيحصل عليها أوكرانيا منذ عام 2014، وسنبذل كافة الجهود لمساعدة الجهود الإنسانية في أوكرانيا. هذا وقد أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غارة جوية استهدفت مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة. وتعهد جونسون بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جرائمه الرهيبة بحسب تعبيراته. ك
كانت غارة جوية قد ألحقت أضرارا فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحا وفق المعطيات الأولية وفقا لما تم إعلانه من قبل مسؤول محلي. من ناحية أخرى، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولز الجهود الدبلوماسية حول النزاع في أوكرانيا والممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي قال عنه الكرملين في بيان له أنه تمت فيه مناقشة مختلف الجهود السياسية والدبلوماسية ولا سيما جولة ثالثة من المحادثات. وأبلغ بوتين تشولز بالإجراءات التي يتم اتخاذها لإجلاء المدنيين ومحاولات مقاتلي مجموعات قومية إفشال تلك الخطط. بالتزامن، ندد الكرملين بما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، وذلك بعد إعلان واشنطن حظرا على الواردات الأمريكية من الغاز والنفط الروسيين ضمن عقوبات أخرى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده ستدافع عن نفسها في وجه العقوبات الغربية، مشددا على أنها ستبقى في الوقت ذاته موردا موثوقا فيه للطاقة. هذا وقد أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع أعضاء حكومته غدا لبحث سبل التوصل إلى إجراءات لتقليل تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا. رد الفعل الروسي يأتي فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن دول الاتحاد قررت فرض عقوبات جديدة على موسكو ومنسك عقب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، من بينها فصل 3 مصارف بيلاروسية من نظام سويفت للتحويلات المالية. وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثل الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة ورجال أعمال روس إلى قائمتهم السوداء. يأتي ذلك في إطار التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى استكمال الحزم 3 من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد في الأسبوعين الماضيين. هذا وقد طلبت روسيا من الولايات المتحدة أن تفسر للعالم سبب دعمها لما تصفه بأنه برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هدف العملية العسكرية نزع سلاح أوكرانيا، مشددة على أن بلادها لا تسعى للإطاحة بالسلطة الأوكرانية. كما أشارت زاخاروفا أن روسيا ترى تقدما في المفاوضات مع أوكرانيا، مشددة في الوقت نفسه على أن بلادها تقوم بعمل كل ما في وسعها لضمان عبور اللاجئين، ومشيرة إلى عبور أكثر من 140 ألف لاجئ إلى الأراضي الروسية. وقد شهد هذا الصباح اتفاق الروسي والأوكرانيين على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين. وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيرشوك أن بلادها ستحاول إجلاء المدنيين عبر 6 ممرات إنسانية. وفي بيان لها، أوضحت فيرشوك أن القوات المسلحة الأوكرانية وافقت على وقف إطلاق النار في هذه المناطق في فترة الإجلاء، وحثت القوات الروسية على الوفاء بالتزاماتها بوقف إطلاق النار في تلك المناطق. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
مصر والسودان تدعوان لمفاوضات جادة حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. أكدت كل من مصر والسودان أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، بحيث يفدي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث. كما دعت الدولتان الجانب الأثيوبي إلى الانخراط الفعال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن. التأكيد المصري السوداني جاء خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي. وخلال اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية. كذلك أكد الوزيران استمرار التنسيق فيما بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الجانبان المصري والسوداني على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامتها وسيادتها على أراضيها، مع التأكيد على دعم الجهود الجارية الهادفة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في جمهورية السودان. من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، وتطرق الاجتماع الثلاثي إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات الأخيرة على المشهد الدولي، على رأسها تطورات الأزمة الأوكرانية بالإضافة لتداعياتها المختلفة، فضلا عن التنسيق إزاء أبرز التحديات على الساحة الإقليمية. وأعلنت وزارة الخارجية أن الوزراء تناولوا كذلك سبل الاستمرار في الدفع قدما بتعزيز الجوانب المختلفة للتعاون المشترك في إطار الآلية الثلاثية، لا سيما في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، وذلك وفق جدول زمني محدد. في سياق آخر، قال وزير الخارجية إن المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة تؤكد بوضوح أن الحديث عن وحدة المصير العربي لم يعد طرفا بل أصبح حقيقة. وخلال كلمة له في افتتاح الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد شكري أن التعامل الحكيم مع هذه الأزمة الأوكرانية وتبعاتها يستلزم المزيد من التعاون والتنسيق العربي المشترك وتوحيد الجهود لتفادي أثرها. وعن قضية سد النهضة، شدد شكري على رفض مصر لشروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة الشهر الماضي، وهو ما يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015. وفيما يخص الملف الليبي، أكد شكري أنه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. هذا وقد أعاد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية العرب التأكيد على تمسك الدول العربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة القائمة على صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة العمل في أقرب فرصة للوصول إلى حل دبلوماسي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الروسية الأوكرانية. والوضع الدولي طبعا محتدم جدا وخطر جدا، وينبغي التنبه والحذر في تناوله من كافة القوى، لأنه عندما تدفع هذه الأطراف أو ذلك الطرف نحو مواجهات عسكرية، هذه قوة نووية، والعالم قد يدفع ثمن غالي جدا في هذا التصعيد. الحذر مطلوب والعمل الدبلوماسي مطلوب. أنا من المؤمنين جدا بالعمل الدبلوماسي. العمل الدبلوماسي هو الذي يؤدي دائما في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار، يؤدي دائما إلى تسويات للنزاعات مهما كانت محتدمة في لحظة ما من الزمن. من ناحية أخرى، قال أبو الغيط إن الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض ليصبح يوم الأول والثاني من نوفمبر هما الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر، وسيسبقهما اجتماع لوزراء الخارجية. تقرير من وزير خارجية الجزائر الذي طرح نية الجزائر في عقد هذه القمة يوم أول نوفمبر
2022 لمدة يومين الأول والثاني من نوفمبر. أستشعر الحماس الشديد جدا من قبل الجزائر لانعقاد هذه القمة، والإخوة في الجزائر لديهم مجموعة أفكار يتحدثوا فيها عن تأمين وحدة عمل عربي فعال. تقدمت منظمة يونيسف بوافر الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي تدعمها يونيسف، وهو ما يعكس مساندتها لحقوق الفتيات وإيمانها بقدراتهن. كما أوضحت المنظمة أن تلك المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على أن تحصل كل بنت في مصر على فرص متساوية للوصول للمهارات والخدمات لكي تحقق أحلامها، ولكي تساهم في مشروع تنمية الأسرة المصرية كجزء من تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. هذا ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية دوي في 21 محافظة في مصر، وتتيح للفتيات التعبير عن النفس وتنمية المهارات الحياتية والتعلم الرقمي، وهو ما يخلق مجتمعا أكثر إنصافا وازدهارا. في إطار الحملات الأمنية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات بعض العناصر الانتهازية استغلال المتغيرات الدولية لرفع أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة برغم وفرتها وبكميات كبيرة، فقد أسفرت الحملات الأمنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا المجال. تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير الأمنية للتصدي الحاسم للعناصر الانتهازية التي تحاول استغلال المتغيرات المحلية والدولية لرفع أسعار السلع بخاصة الاستراتيجية. في هذا الإطار وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها لضبط تلك العناصر، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1407 قضايا تموينية متنوعة، كان من أبرزها ضبط أكثر من 330 طن دقيق ومسلي بدون مستندات. قام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 79 طن دقيق مجهولة المصدر قام بحجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بهدف رفع أسعارها، وضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مالك مستودع دقيق بلدي مدعم بالأقصر بهدف بيعها بالسوق السوداء. ومع توالي الضربات الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، نجحت الإدارة في ضبط 145 طن أرز حجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالأقصر بأن قام بتخزينها بهدف رفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة، وضبط أكثر من 200 طن مكرونة معبأة داخل شكائر وعبوات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بغرض رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية. وواصلت الإدارة تحقيق النتائج الإيجابية في تصديها لكل من يحاول التلاعب باحتياجات المواطن الأساسية، حيث نجحت في ضبط 75 طن ونصف أرز بحوزة مالك مضرب أرز بالدقهلية قام بتخزينها في محاولة منه لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتمكنت من ضبط 49 طن مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر استغل صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالدقهلية الظروف الدولية الراهنة لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. وضبط أكثر من 28 ألف لتر بنزين قام المسؤول عن محطة لتموين السيارات بالقاهرة بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وضبط 634 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير مثبت عليها أسعار
بحوزة مسؤول مصنع أعلاف حيوانية بالمنوفية كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء. حملات أمنية مكثفة ومتواصلة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار الذين يحاولون استغلال المستجدات الدولية لتحقيق أرباح سريعة غير عابئين بالمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وقعت فودافون مصر اتفاقية مع المتحدة للخدمات الرقمية ووتشيت الرائدة في مجال المحتوى والترفيه في مصر لإتاحة محتوى المنصة لشريحة أكبر من عملاء نظام فيليكس من فودافون، وذلك بالشراكة مع منصة ووتشيت المنصة المصرية الرائدة في المحتوى الترفيهي العربي والتابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية. وصرح رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبد الله بأن التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركة المتحدة التي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقات التعاون والشراكة، بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة. كما تستهدف الشركة المتحدة إتاحة المحتوى بكافة أنواعه بما فيها المحتوى الرقمي لكافة شرائح المستخدمين. دعا المشاركون في الندوة التي نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول تنمية الأسرة المصرية إلى حشد الطاقات وإشراك كافة فئات المجتمع في حوار مجتمعي حول تلك القضية المهمة. وشدد المشاركون بالندوة على أهمية الوعي الديني والإعلامي لتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار بناء الإنسان. أحد موارد فساد التنمية في المجتمع، أنا شايف إن إحنا لازم نعمل إيه؟ لازم كل الجهود تنصب على قضية التنمية عشان نقدر نتعامل ده، وأظن إن هذا كان مراد فخامة الرئيس، إن إحنا نروح لشيء مش بس مدخل جديد، لكن نروح نجتمع على شيء يجب أن نجتمع عليه، وهو قضية التنمية، فيحصل تحالف وتكتل على القضية. فأنا متصور إن أبعاد ومداخل متعددة شيء مهم جدا جدا جدا. أنا كمان عايز أقول حاجة مهمة جدا في مسألة تم هناك مفاهيم تم احتلالها، اللي هو مفهوم ايه؟ مفهوم ان هذا هو من التدين، وهذا من القدر، وهذا من كل المفاهيم دي لازم مفهوم عشان يحتل بيتم فيه ثلاث مراحل. يحصل فيه اختلال المفهوم، او يحصل اختلال في المفهوم يتكلموا ومين قال كده، فيحصل اختلال في المفهوم، بعدين يحصل ايه؟ اختزال المفهوم، ده هو كده بس. فبعد اختزال المفهوم يعمل ايه؟ يروح محتل المفهوم بمفهوم جديد خالص. فعملية دي احنا بنشتغل عليها بشكل واضح جدا جدا في هذا السياق. احنا بنتكلم في المشروع ده على خمس ابعاد، في تمكين اقتصادي وتدخل خدمي، وفي منظومة الكترونية، وفي تدخل تشريعي. دول يمكن ما يبقاش لنا فيهم قوي، انما احنا داخلين من المحور بتاع المحور الاساسي او البعد الاساسي في الموضوع بتاع رفع الوعي. انه تاني بقول انه كل المؤسسات مدعوة للمشاركة في هذا الموضوع، ربما يكون المجال اللي ممكن نعمل فيه اضافة اكتر احنا يعني كمؤسسة اكاديمية، كاعلام، كمؤسسة دينية، هو رفع الوعي، تمكين الاقتصادي اللي ناس شغالين فيه، ومطروح افكار كتير في فرص العمل والتمكين الاقتصادي للمرأة والمشروعات متناهية الصغر، وفي التدخل الخدمي ايضا عند السكان واتاحة كل وسائل تنظيم الاسرة اللي كنا بنتكلم عليها يمكن في مشروع سابق قبل كده. دعم القيم الايجابية في التشغيل والعمل اليدوي والفني، بيتهيألي البديل لعدم قدرة اسرة على التعليم العالي، اللي مش مفروض كلنا نتعلم تعليم عالي، بيتهيألي كده محتاج يبقى فيده ايه؟ ها؟ صنعة. لو انا جيت قلت للاب يا اخي اللي في ايده مهنة عمره ما يعيش في مهنة، عملنا ده؟ هل اتكلمنا في ده يا فندم؟ ما اتكلمناش فيه. هل يا ترى، هنا بقى بوجه كلامي لدار الافتاء، التأكيد على ان اتباع الزواج في السن الشرعي مش قصة الدين، ده لصالح الفتاة ها قبل أي شيء آخر، لأنه الزواج المبكر أعتقد له ها بلاوي. إطفاء الطابع الإيجابي، أنا من المؤمنين بالمدرسة الإيجابية، أنا مؤمن بهذا، خليني أشوف نفسي ها بشكل إيجابي.
شارك وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي في اجتماع للجنة قادة الائتلاف الدولي للمياه والمناخ افتراضيا والمنعقد بهدف الاتفاق على خطة عمل الائتلاف ووضع منهجية للتنفيذ خلال الفترة القادمة وتحديد دور القادة في رفع الوعي بالترابط بين المياه والمناخ. وأكد وزير الموارد المائية على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للائتلاف الدولي للمياه والمناخ وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الإفريقية في كافة المبادرات الدولية مثل ائتلاف المياه والمناخ وحشد الدعم الدولي للائتلاف خلال مؤتمر المناخ كوب 27 والذي سوف تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل. أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر في عهد الرئيس السيسي أدت دورا كبيرا في الحد من الهجرة غير الشرعية، وأضاف أنها حولت مراكب الموت إلى مراكب للنجاة وعملت على تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، كما أكد أن حرمة الدول كحرمة البيوت لا يجوز دخولها بغير الإذن المعتبر لأهلها. ودعا وزير الأوقاف دول العالم للعيش معا لا ليموت البعض ليحيا البعض الآخر، مؤكدا أن العالم لو أنفق على تعزيز ثقافة السلام معشار ما ينفق على الحرب لتغير وجه العالم، وأن الخطاب الديني الرشيد خطاب معزز بقوة لتحقيق السلام ونشر ثقافة السلام. اختتمت القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة أعمالها بقرية مرزوق بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد. وقامت القافلة الطبية على مدار يومين بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية، وتم الكشف على 550 حالة من أبناء القرية وتم صرف العلاج لهم بالمجان. وستنطلق صباح غد أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الموهوب بمدينة الدخلة، وتستمر أعمالها لمدة يومين وتضم القافلة أطباء استشاريين في تخصصات مختلفة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية المربعين مركز كفر سعد بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وقد تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر، وذلك بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القوافل العلاجية من الخدمات المميزة اللي بتقدمها وزارة الصحة في الفترة الأخيرة، خصوصا تميز بميزتين مهمين. أول حاجة أن هي مجانية تماما، الحاجة الثانية أن هي القوافل العلاجية بتوصل الخدمة لحد مكانها، بتوصل خدمة المواطن لحد مكانه، وطبعا من المزايا المهمة جدا خصوصا أن احنا بنستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية. القوافل النهاردة موجودة في قرية المربعين التابعة لمركز كفر سعد، ومركز كفر سعد هو المستهدف في المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة. القوافل العلاجية بتقدم العيادات التخصصية، عندنا النهاردة 12 عيادة تخصصية إلى جانب المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية بالأشعة بالسونار، الفحوصات دي بنوفرها للطبيب بحيث إن هو يوصل للقرار السليم تجاه المريض، سواء كان إن المريض هينهي خدمته في القافلة عن طريق صرف العلاج من الصيدلية واللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاحة، أو إن هو هيعمل له قرار تحويل جواب إحالة لأقرب مستشفى مركزي. إحنا هنا موجودين بقافلة طبية في قرية المربعين مركز كفر سعد محافظة دمياط. قرية المربعين داخلة ضمن المشروع الرئاسي لتطوير القرى حياة كريمة، ومبادرة حياة كريمة النهاردة متواجدة فيها في المربعين بالشق العلاجي فيها، بتقدمها من خلال عيادات متنقلة. بنحدد هذه القرية على أساس بعدها عن المستشفيات، ومن هي من ضمن الأماكن المحرومة والأماكن الأكثر احتياجا للخدمة الطبية. لما بنحدد الموقع بتاعها بنطلب من وزارة الصحة تدعمنا بالعيادات اللي احنا عم محتاجينها، نظرا لان الوحدة الصحية هنا في القرية جاري الانشاء والعمل فيها لانشاء وحدة صحية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة. وبقوم على خدمة المريض وبجهز العيادة، بوصل لها كهرباء، بتبقى جاهزة لتاني يوم عشان نقوم من بدري نكون جاهزين
وعاملين استعدادنا لخدمة المريض، زائد ان انا بحب عملي لانه عمل انساني من الدرجة الاولى. لو في حالة كبيرة في السن بنحاول نوجهها ونساعد في القافلة. انا كشفت بطنة وكشفت ضغط وكشفت سكر، خدت جميع العلاج، واحنا بنشكر جميع القائمين على القافلة وبنشكر ربنا سبحانه وتعالى لنا كده، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد محافظ الغربية طارق رحمي بمدينة زفتة بدء توزيع 200,000 كرتون من المساعدات الغذائية هدية الرئيس السيسي لأهالي محافظة الغربية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. وتم توزيع 24,000 كرتون بقرى مركز زفتة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المدنية. كما تابع المحافظ جولته في القرية بتفقد وحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه. كما تفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر سمبو، وتابع المحافظ جولته بكفر سمبو بتفقد الوحدة الصحية والتي تم الانتهاء من العمل بنسبة تخطت 95% بها بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. باقة من أخبار المال والأعمال تستعرضها لنا دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك يا محمد، شكرا لك سحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة وأكد أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بوزارة القوى العاملة، سواء على الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، مناشدا المواطنين ضرورة توخي الحذر تجاه محاولات النصب والإبلاغ عنها فورا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقائع. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع موقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات إنجاز. وبدأت الجولة التفقدية بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة. واطمأن رئيس الهيئة على معدلات الإنجاز التي بلغت 15% من حجم الأعمال المستهدفة بإجمالي كميات تكريك قدرها 9.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. ثم تابع رئيس الهيئة أعمال التكريك بموقع مشروع التوسعة والتعميق من الكيلو 132 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، والتي بلغت 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الحكومة المصرية على التوسع في تنظيم المعارض الداخلية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين بهدف توفير منتجات متنوعة بأسعار مناسبة وتخفيضات ملموسة، وبما يسهم في التيسير على المستهلك المصري. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لفعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولية، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. نحو تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع بانطلاق فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 18 من مارس الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. توافر كل المنتجات والمستلزمات بأسعار مناسبة
وده كان حرصي وأنا بتفقد كل الأجنحة أن يكون الأسعار المعروضة أسعار مناسبة للمستهلك. مفيش داعي أن احنا نزايد في أسعارنا بدون أي مبرر. ودايما الكلام اللي يقال احنا موجودين في أزمة، احنا الحمد لله الأمور عندنا مستقرة، سلعنا الاستراتيجية فيها قدر من الأمان لينا احنا كدولة وكحكومة، خططنا وعاملين تحسبنا لكل حاجة بحيث ان احنا نوفر كل المستلزمات فعلا للمواطن المصري. المعرض فيه 9 قطاعات، بسبب ال9 قطاعات طلبنا ودعينا شركات كتير ان هي تشارك. عندي 150 شركة اللي يمثلوا ال9 قطاعات دول، متواجدين فيه على مساحة تقارب 20,000 متر ما بين داخلي وخارجي. أكثر من 150 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات والصناعات اليدوية والحرفية تشارك بالمعرض. بالنسبة لجودة المنتج دي حاجة 100% طبعا، أسعار مش طبيعية غير السوق بره واستغلال التجار بره، من أهم المعارض وأنجحها. إحنا مش بنعمل حاجة بحيث إن هي تكون منتج مصري وبس، إحنا قصدين في الآخر إن المنتج ده يتصدر لبره، وهو ده التارجت بتاعنا اللي إحنا عايزين نبتدي بيه من البداية، وإحنا عارفين إحنا بنعمل إيه عشان نوصل إيه. المشاركة الكبيرة للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية توفر للمواطنين منتجات متميزة تلبي احتياجاتهم المختلفة وبأسعار مخفضة وتنافسية. دي مش أول مرة أجي معرض، أنا باجي باستمرار، وبعدين المعرض جميل جدا جدا، منتجاته مختلفة تمام، وحاجات من أجود المنتجات. الأسعار السنة دي كويسة جدا، في خامات وحاجات يعني بره، يعني في تخفيضات اكتر من 50% تقريبا. المعرض يعد احد اقوى المعارض العامه المقامه في مصر باسهامه في تحقيق المنافسه بين الشركات المختلفه ورفع جوده المنتج المحلي على مستوى الشركات الخاصه والاجنبيه. شارك وزير البترول طارق الملا في جلسة نقاشية نظمتها غرفة التجارة العربية الأمريكية بمدينة هوستن، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر سيرا ويك الدولي للطاقة. وشهدت الجلسة استعراض رؤية مصر في التوجه العالمي للطاقات النظيفة والخضراء في ضوء استضافتها للقمة العالمية للمناخ، بالإضافة إلى الدور الهام والمتنامي لمنتدى غاز شرق المتوسط والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على صعود جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي نحو 25 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680 مليار و500 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 18% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 63% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 48% ليغلق عند مستوى 2817 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و18 قرشا للشراء و17 جنيها و31 قرشا للبيع، في حين وصل الاسليني إلى 20 جنيها و58 قرشا للشراء و20 جنيها و75 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و21 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا، وجنى المستثمرون بعض الأرباح وسجل الذهب 2018 دولارا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي، سجل العيار 18 نحو 757 جنيها للجرام، وسجل عيار الذهب 21 نحو 883 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1009 جنيهات، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 7064 جنيها. وفي أسواق النفط العالمية، ارتفعت الأسعار وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية،
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.27% ويصل إلى 130 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 1.89% ليصل إلى 126 دولاراً للبرميل. يطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع دولار رقمي في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة. وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن جو بايدن سيوقع مرسوما يطلب فيه من إدارته إلى أهمية قصوى للبحث والتطوير بغية التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي تهيمن عملتها على قطاع الأعمال في العالم. ختام أخبار المال والأعمال محليا وعالميا، وعودة مرة أخرى إلى محمد صحر. إليكم. شكرا لك دينا. شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب حفل تخرج متدربي برنامج صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق والمستشار إيهاب حامد مستشار العلاقات الحكومية بالأكاديمية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد. يأتي هذا في إطار التعاون بين المؤسستين في تدريب وتطوير بعض المهارات للسادة أعضاء الصندوق بالأكاديمية في مجال إدارة الأزمات وحل المشكلات واتخاذ القرار. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة. وادينا شرف مرة أخرى. أهلا. شكرا لك صحر، شكرا لك محمد، وموعدنا الآن مع أخبار رياضة محليا وعالميا. أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين لقائمة الفراعنة استعدادا لمواجهة السنغال في المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم القادم. وضمت القائمة كل من كريم حافظ، محمد النني، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، وأحمد ياسر ريان، وعمر مرموش، ومحمود تريزيجيه. عطل غزل المحلة نظير فيوتشر عن التقدم إلى المركز الخامس في الدوري بعد التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على استاد المحلة ضمن لقاءات الجولة 12 من عمر بطولة الدوري الممتاز. وبهذه النتيجة يستمر فريق غزل المحلة في المركز 13 بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما تقدم فيوتشر مركزا للأمام محتلا المركز السابع برصيد 16 نقطة. تلقى فريق المصري هزيمة جديدة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري ممتاز. وبهذا الفوز يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر لجدول ترتيب الدوري ممتاز، فيما يحتل المصري المركز السادس برصيد 16 نقطة. ينتظر ريال مدريد الإسباني مواجهة نارية أمام ضيفه باريس جيرمان الفرنسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء، ويعول الفريق الملكي على عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض الخسارة التي منى بها في باريس بهدف دون رد. ويطمح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل التقدير من أجل التأهل للدور المقبل. وعلى ملعب الاتحاد يرتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيف سبورتينغ لشبونة البرتغالي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، ويدخل سيتي اللقاء بدون أي ضغوطات بعدما وضع قدما في دور الثمانية بفوزه بمباراة الذهاب خارج أرضه بخمسة أهداف نظيفة. وفي المعسكر المقابل سيحاول الفريق البرتغالي الضغط بكل صفوفه على أمل تحقيق رومنتادا تاريخية وتعويض خسارته على أرضه بخماسية.
ختام أخبار الرياضة عودة مرة أخرى إلى صحر محمد، إليكما. شكرا لك دينا. أجلت غواتيمالا حوالي 500 من السكان طواعية من منحدرات بركان النار، حيث تدفقت الصخور الحمراء الساخنة والرماد على المنحدرات نحو منطقة دمرها ثوران مميت عام 2018. وقال المعهد الوطني لعلم الزلازل وعلم البراكين والأرصاد الجوية في بيان له إن نشاط البركان بدأ في التقلص، وأدى ثوران البركان وإلقاؤه بالحمم والرماد الملتهب إلى إصابة الزروع والحيوانات بحروق، وقام أصحابها بركوبها والابتعاد عن مرمى الحمم والرماد، وتم تحويل صالة الألعاب الرياضية إلى ملجأ في سانتا لوسيا. ونستعرض الآن أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعم إليك دينا. شكرا لك صحة، شكرا لك محمد. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل البرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة على بعض المدن والمحافظات، ونبدأها من القاهرة والعظمى 19 والصغرى 10، اسكندرية 17 11، مطروح 16 11، بورسعيد 20 10، الإسماعيلية 19 11، السويس 20-11، العريش 19-10، طابة 23-16، شرم الشيخ 25-14، الغردقة 25-14، الأقصر 25-13، أسوان 28-15، الوادي الجديد 23-12، شلاتين 26-14، وأخيرا حلايب 29-15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بإطلاق مبادرتي دوي ونورة لتمكين الفتاة المصرية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لا سيما في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وعبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت السيدة انتصار السيسي أن فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة، ومن ثم فإن الاستثمار فيهن استثمار في بناء المستقبل، وقد أثبتن دائما أنهن على قدر الثقة والتحدي. وأكدت السيدة انتصار السيسي دعمها الدائم لكل بنات مصر في الحصول على كل حقوقهن وتنمية مهاراتهن كخطوة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة. نهاية نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، الرئيس السيسي يؤكد أن أسر الشهداء دفعت ثمنا غاليا من أجل الوطن. على وقع الأزمة الأوكرانية، الرئيس السيسي يؤكد لبوتين ضرورة تغليب لغة الحوار. واشنطن تدرس إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ولندن تتحدث عن عقوبات مضاعفة. بهذه الأخبار وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة معنا ومعكم ويوسف الحسيني. ازيك يا صحر؟ ازيك يا عبدو؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. نتمنى ان هو يكون كل يوم كويس باذن الله علينا جميعا، وشكرا جدا ليكم على قراءتكم المتميزه، وشكرا لكل صناع التاسعه، ونستاذنكم نبدا فقراتنا.